كلية تنمين هنا السنة الثالثة. تكوين تم اعتقاله يوم 23/6 ليلة اليوم السادس، وحتى اللحظة لم توجه لها أي تهمة حتى يتم فتح البلاغ. نحن الآن بصدد وقفتنا دي، ولأن قدم طلبنا أو طلبنا ذي السيد النائب العام نلتمس فيه الإفراج عنها. الموضوع المحبوسة المعتقلة تسنيم الهادي حمود، كل الاحترام والتقدير نتقدم بجهازكم. نحن أسرة المعتقلة تسنيم الهادي حمودة آملين قبولها، وذلك لذلك تم القبض عليها ابنتنا تسنيم الهادي بتاريخ 23/3، مضى على حبسها الآن 6 أيام ولم يقدم أي بلاغ ضدها، ما زالت على ذمة التحقيق وهي طالبة. ابنتنا تسنيم الهادي طالبة جامعية في السنة الثانية كلية الطب. عانينا كثيرا نحن كأسرة في كيفية القبض عليها وفي اعتقالها، أملنا منكم أن تفرجوا عليها، وشكرا.